النهارده وبحضور فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي تشوف ترجمه للي احنا بنقوله، انطلاق القمه الامريكيه الافريقيه. وبالتالي مصر تجلس في واشنطن تتحاور مع الإدارة الأمريكية، تبحث معها كل الملفات اللي تهمها وتهم إفريقيا وتهم المنطقة وتهم يعني تهمها كبلد وتهم إفريقيا وتهم المنطقة العربية والشرق الأوسط ككل بمنتهى الحكمة وبمنتهى الهدوء وطولة الصبر. وما نقولش أصل إحنا كنا من يومين قاعدين مع بكين فهناك الكثير من التباينات ما بين بكين وما بين واشنطن، فبما إن إحنا بقينا أصحاب الصين فإحنا هنخاصم أمريكا، أو إحنا أصحاب روسيا فإحنا هنخاصم مش عارف مين، إحنا أصدقاء للكل. طيب كواليس بقى التجهيز لانطلاق القمة الأمريكية الإفريقية بالولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن العاصمة ديستريكت أوف كولومبيا، احنا معانا على تليفون زميلنا العزيز صديقي محسن سميكة كاتبنا الصحفي ورئيس تحرير الموقع. أهلا بيك يا محسن. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، وحشنا جدا والله. وانت مفتقدينك. مفتقدك يعني كل الزيارات انت على طول بتسجل حضور هنا، فلازم يعني كنت تبقى موجود. حظي وحش المره دي ان انا ما شفتش اصدقائي وزملائي ويمكن مش عارف اقوم بواجبي من هناك في واشنطن فبقوم بيه من داخل القاهره. انت وانت قدها وقدود والجميع بيبلغك التحيه وكل الناس كل سيرتك بالخير وقايم بواجبك وقايم بدورك بالتاكيد. الله يخليك. الله يخليك. نكمل بعض في منظومه متكامله. جدا جدا جدا. سلم بقى على كل اصحابنا القدام، انا عارف انكم كلكم هناك ما عدا انا. سلم على الكل والنبي. اكيد يوصل لهم طبعا. ربنا يخليك. اجواء جميله جدا جدا زي ما انت شفت في المرات كلها اللي انت جيت، المصريين من كل الولايات موجودين هنا في العاصمه واشنطن دي سي. درجه الحراره طبعا مش عارف اقول لك الدنيا كلها عامله ازاي في قصه البرد، اللي احنا في القاهره بنشتكي من 12 و13 و14 بكلم حضرتك على 3 وعلى 2 وعلى 1.5، فيعني الموضوع مع ذلك الجو دافئ جدا بحب ومشاعر الناس اللي جايه من كل مكان عشان تشارك في اللحظه دي، زي ما بصراحه عمرهم ما بيخلوا على لحظه بلحظه معينه على مصر بكل تجمع يكونوا موجودين فيه. اجواء بنتكلم على عدد كبير جدا موجودين في اوتيلات مختلفه، حضروا واتحركوا من نيويورك من نيوجيرسي من كاليفورنيا من كل الاماكن اتجمعت وجات النهارده ببساطه متوزعه بشكل منتظم جدا بشكل حضاري جدا. الناس دي اقل واحد فيهم موجود هنا في امريكا من 10 15 سنه، فبالتالي عارف يتعامل مع البلد بشكلها عامل ازاي. بيرفعوا لافتات اعلام مصر بالتاكيد، صوره الرئيس السيسي وصورته مع بايدن في اخر زياره له كانت في شرم الشيخ. الاجواء جميله جدا، ده على الصعيد الجماهيري وعلى الصعيد المتعلق بلحظه استقبال اللي احنا بالمناسبه انا بكلم حضرتك من امام الاوتيل او المقر الاقامه للسيد الرئيس، احنا نحن في انتظار لحظه الوصول لمقر الاقامه وكل الجاليه المصريه موجوده بالحشد اللي احنا قلنا عليه عشان تقول له مرحبا بك في الولايات المتحده الامريكيه ومرحبا بتتقال بفخر، لان احنا عارفين زي ما انت كنت بتتكلم من شويه التقط منك اطراف الحديث يعني المتعلقه ب وضع مصر في التوقيت هذا التوقيت تحديدا، وضع مصر فيما تريده الولايات المتحده في هذه القمه. هذه القمه هي الثانيه الاولى عقدت في العام 2016، بالتاكيد الولايات المتحده تدرك تماما مدى اذا اصطلح التعبير عمليه المد الصيني الروسي في الدول الافريقيه بشكل كبير، البحث عن المناجم والثروات والبحث عن كل ما هو مفيد للولايات المتحده، ولكن ينقص او تنقص هذه الدول في القاره العجوز قضيه او ما يصيبها طبعا الفقر والجهل والمرض، ينقصها البحث، ينقصها الاستكشاف، ينقصها عمليه التكامل. هناك ثروات طبيعيه غير عاديه موجوده في الدول الافريقيه، مصر سوق كبير للدول الافريقيه بشكل كبير، عندنا العديد من الاتفاقيات اللي بتمكننا من حركه التبادل بيننا وبين تلك الدول. فاذا ارادت الولايات المتحده، اذا اراد الغرب، اذا ارادت اوروبا الوصول للدول الافريقيه بالتاكيد هيكون من خلال بوابه مصر، بوابه مصر الرئاسيه لعبور هذا الموضوع. دي واحده. الثانيه متعلقه بالعلاقات القويه اللي منذ وصول السيد الرئيس الى الحكم مصر بتكلم على قبل 7 سنوات، والعلاقات قويه جدا مع الدول الافريقيه، فاذا ارادت الولايات المتحده على سبيل المثال ان تتواصل بشكل جيد مع احد الدول الافريقيه عليها ان يكون هذا من خلال مصر. يعني نتكلم حضرتك على انه اكثر من زعيم افريقي حضر الى مصر، هناك عشرات اللقاءات، اذا بنتكلم على رئيس جنوب السودان على سبيل المثال للحظ هناك 9 لقاءات في قصر الاتحاديه في حد ذاته، اذا بنتكلم على السودان وما يحدث السودان، اذا بنتكلم على ليبيا وهي دوله حدود 1800 كيلومتر الحراره الغربيه، بنتكلم على منظومه متكامله في العلاقات المصريه. هنا اقصد اذا ارادت الاداره الامريكيه بشكل جد وفعلي التوجه نحو افريقيا والاستفاده من ثرواتها عليها بمصر،
عليها مصر انها مصر بوابه اللي زي ما ذكرت لحضرتك، والاخر متعلق بعلاقاته القويه للدوله المصريه والنظام المصري بتلك الدول اذا ارادت من خلال مصر ستتمكن من تحقيق هذا الامر. بنتكلم على عدد كبير جدا من رجال الاعمال، الاول بنتكلم على نحو 40 رئيس وزعيم افريقي بشكل كبير، بنتكلم على 400 رئيس شركه تقريبا كبرى الشركات الولايات المتحده ومن مختلف دول العالم حاضر هذا او حضر الى هذه القمه في نسختها الثانيه للافاده والاستفاده. بالتاكيد العالم كله مصلحه او الاقتصاد لا يعرف قضيه البعد والجفاء، وبنتحدث معاه ولا نتحدث معاه لغه العالم لغه المصلحه، لون سيتويشن، هتفيدني بايه؟ هفيدك بايه؟ طب يلا نقعد مع بعض عشان نتكلم. اول ما بنتكلم انا دايما اشرح حتى في اكثر من موضع يعني قضيه ازاي بعمل اتفاقيه مع الاستاذ يوسف الحسين. الاول بنقعد ندردش انا وانت فيما يعرف بمذكره التفاهم، ثم تحال هذه المذكره التفاهم الى لقاء يجمع بين طرفي اللي عندي واللي عند حضرتك، ثم تحال بعد كده الى اتفاقيه، ثم تبرم على الارض بشكل كبير. فالاول بتبدا ببساطه كده بشكل بلدي دارج اللي هي بعد الدردشه، ان انا بتقابل هنا في الولايات المتحده مع رئيس شركه اكس، فبقول له انت ما بتجيش مصر ليه؟ ده احنا عندنا فرص عظيمه، ده احنا المناخ متاح جدا لحضرتك، تعالى اتفضل. فيقول لي هتفيدني بايه؟ هقول له تعالى روح ناحيه قناه السويس، مشروعات جميله جدا جدا وعملاقه. تعالى ده انا عملت لك حوالي 8000 كيلومتر من الطرق، تعالى ده انا عملت لك 22 مدينه جديده، تعالى استثمر في منطقه شمال شرق لان في كذا، وابدا بقى اطلع الامتيازات دي. فبيجيني الزياره ده انا بعمل لحضرتك مختصر المفيد. أيوة. بيجيني الزياره في مصر بيقعد يشوف الكلام ده بعينيه، بيبدا يفعل يعني الاتفاقيات او العمل الواقع على الارض بشكل كبير بتسبقه اتفاقيه، يسبقها مذكره تفاهم، يسبقها عار الدردشه زي ما اكون بتكلم مع حضرتك كده وانا واخد راحتي، لان انا بحب دايما اتواصل معاك فبتكلم بالطريقه دي اللي هم بيقنعوا بيها بعض بالطريقه دي. تعالى استثمر عندي وتعالى شوف فرصي وتعالى شوف اللي انا بعمله. توقيت الزياره مهم جدا جدا. العديد من زعماء العالم والمشاركين في القمه اذا بنتكلم على نحو 40 قياده وزعيم افريقي ما جوش من 2019 عشان كوفيد. مصر نفسها الزياره نفسها للسيد الرئيس غاليه هنا وعزيزه على كل المصريين، لانه جدا بنتكلم على 3 سنين واربع سنين اقتربت على الوقت من اخر زياره، فبالتاكيد بتمثل اهميه واهميه كبرى كمان. فمهما اقول لحضرتك الوصف في المشهد الحقيقه في بعض الاحداث كده يعني تعجز عن وصفها العدسات او عن كتابتها الاقلام. فالحدث اللي بكلم حضرتك فيه مهم جدا جدا، وان شاء الله ياتي بالنفع مش بس على مصر ولكن على كل الدول المشاركه بشكل كبير. والله انا اتفق معاك في كل حرف تقريبا يا محسن في مساله كمان اهميه الزياره من حيث التوقيت. طب انا عندي سؤال، هل تم اعلان اجنده النشاط الرئاسي في واشنطن اجتماعات الرئيس ولا لسه؟ بص هو دايما وانت يمكن عثرت ده كتير، القراءات الجانبيه والهامشيه اللي بتكون في مثل تلك القمم بتكتسب اهميه يعني تتساوى او تفوق يمكن للحدث نفسه. ليه؟ لان احنا لسه كنت بتكلم سلفا في فكره ازاي اقنع مستثمر او رئيس دوله او اي حاجه انه يجي، بتبدا بدردشه او اللقاءات الثنائيه اللي بتكون رسميه على هامش تلك القمم بتكون اهم. لا استبعد انه الاستاذ الرئيس، وده نشاط ملحوظ جدا منذ تولي المسؤوليه، ان نلتقي اكبر عدد او اكبر كم من الموجودين، ولكن الاجنده بتتغير وفق المعطيات لحظه بلحظه يوم عن الاخر. انت عارف حضرتك بتبقى موجود في قمه زي كده بيجي لك وزير خارجيه دوله من الدول، وهذا الامر بروتوكولي بحث متعرف صحيح عليه، بيجي يقول لك انا عايز اعمل لقاء مع رئيس دولتي، عايز اقابل رئيس دولتكم من خلال الجانب المصري الرسمي يعني، وبيتم ترتيب والاعداد للقاء. هذا الامر بيحدث على مدار اليوم. انا عايز اقول لحضرتك انا كنت موجود في فعاليات الامم المتحده في 2016 السيد الرئيس تقريبا كان عنده 27 لقاء على هامش وجوده في الولايات المتحده، كان غير عادي. احنا كنا كمحررين رئاسه وصحفيين مسؤولين عن هذا الملف، كنا يعني فبنقول دايما الله يكون في عون سيادته، يعني ما احنا بنتابع، احنا مش ملاحقين على كل هذا الكم من العمل وكل هذه اللقاءات وكل هذه الجلسات الثنائيه المفيده اللي بتاتي باستمرارها فيما بعد على فترات. فالجدول متحرك، ولكن هناك حديث عن قمه مصريه امريكيه في لقاء ثنائي يجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي لبحث سواء ما يدور في القمه بشكل كبير او استفاده مصر اذا تحدث البعض عن بعض الملفات اللي هتناقش او هيتم فتح ملفاتها في هذه القمه. على سبيل المثال الحصن سد النهضه، قد يكون هناك طبعاً حديث عن هذا الامر، لانه حق من حقوقنا، ولانه المنبر منبر كبير ومنبر عالي، بنتكلم الولايات المتحده في حضور هذه الدول الافريقيه في حضور الرئيس الامريكي عن هذا الامر، فهو حق مشروع للدوله المصريه وهتستغل الفرصه فيه. حلو جدا. اذا يا محسن احنا هنتشعبط فيك تقريبا كل يوم،
لحد ما انا القمه اسعد تخلص بيك يا وترجع يوسف، لينا انت بالسلامه. عارف قد ايه قد ايه انت استاذ وصديق يا رب عزيز يخليك، واخ، احنا يعني زملاء انا بسعد واصدقاء بيك جدا واخوات. جدا وبتبسط وانا معاك، يعني شكرا حبيبي يا جزيلا. محسن انا بشكرك، وسلم لنا على بقيه الشباب يعني الى ان تعودوا كده نلتقي تحياتي كلنا باذن الله. الف شكر وترجعوا لنا بالف سلامه، وربنا يكلل مساعي رئيس جمهوريتنا السيد عبد الفتاح السيسي بكل نجاح وبكل تفوق.